السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نوجد معكم الكيكة العجيبة أو لا كيكة الكراميل اللي معروفة عند كل شيء بقدرة قادر. كتجي عبارة عن طبقة الكيك والفلان كراميل. اول حاجه غادي نوجدوا المرحله الاولى او الطبقه الاولى اللي هي عباره عن كاس من السكر حبيبات، وغنحتاجوا ربع كاس من الماء. غادي نوجدوا هذه الطبقه ديال الكراميل، نضيفوا هذا الماء غير باش ما تجيناش خاتره بزاف، باش تجي مطلوقه. غادي نزلوا على عافيه اللي مهيله، وغادي نخليه شويه بشويه يطلق، ما تحاديوه لا بمعلقه لا بحتى شي حاجه. غادي تاخذوا المول ديالكم اللي غادي تعملوا فيه، انا خديت هذا المول هذا، غادي تعملوا فيه بضع قطرات من الزيت، زيت نباتي، وغادي تدهنوه باش ما يسخناش فيه داك الكيك ديالنا ملي نصبوه. دهنوه قبل ما نصبوا فيه داك الصوص كراميل. هانتوما حبايبي كتحصلوا على هذا اللون بحال هكا، ما تخليوش حتى يتحرق، غير يذوب السكر بهذا الشكل يولي اللون ديالو ذهبي. مباشرة كتخويوه هنايا في المول ديالكم. بعد ما تكونوا دهنتوه كيف قلت لكم، بسم الله خويوه هو سخون بحال هكا باش ما يقصحش معاكم عاد ملي تبغيو تخويوه يجيكم هنايا صعيبه القضيه. بهذا الشكل هذا، ونحاول نحركو في وسط المول على الجوانب بهذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا. صافي، ونزلو على جنب ونمروا باش نوجدوا الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريمه ديالنا غادي نعملو فيها نصف لتر من الحليب، وغادي نعمل فيها نصف كاس من السكر، سكر حبيبات، كيس من السكر فانيليا، ثلاث حبات من البيض، البيض حبذا لو انكم تاخذوا بيض يكونوا حبات شويه كبار، ولا عندكم صغار ديروا غير ديروا ربعه. جوج حبات من الجبن، انا هذا الجبن غادي نديرو اختياري نضيفو، يعني ممكن تستغناو عليه ماشي ضروري. صافي، غادي نطحن هذه المكونات مزيان مزيان ونرجعوا نتلاقاو. بعد ما طحنا الكريمه ديالنا غادي تاخذوا واحد الصفاي وتاخذوا القالب ديالكم اللي عملتوا فيه الصوص كراميل، ونبداو نفرغوا فيه هذه الكريمه ديالنا. ضروري تصفيوها باش كتفاداو ديك الكشكوشه اللي كتبقى. صافي، وغادي ندخلها الثلاجه، وفي هذا الوقت هذا غادي نوجدوا الكيك ديالنا. دابا غادي نوجدوا الطبقه الثالثه اللي هي طبقه الكيك. غادي نحتاجوا جوج بيضات يكونوا بحراره المطبخ، زيدوا عليهم كيس من السكر فانيليا، ونضيف عليهم السكر بالتدريج مع الخلط. ممكن تخلطوا غير بالطراب اليدوي لا داعي للكهربائي. نستمر بالخلط حتى نحصل على خليط ابيض ومتماسك وكذلك يكون مضاعف. صافي، بعد ما حصلنا على الخليط بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا، غادي نضيف الزيت حتى هو شويه بشويه مع التحرك.
كذلك غادي نضيف نصف كاس من الحليب، ماشي ضروري يكون دافي، غير يكون بحراره المطبخ وصافي. ضيفوا نصف كاس، نضيف كذلك الدقيق، عندي هنايا كاس وربع ديال الدقيق، قياس كاس ديال العنبه. ما تنساوش واحد الرشه ديال الملح كتعادل لينا الذوق. صافي، ونبداو نضيفو الدقيق ديالنا شويه بشويه. نضيف الجزء الاول، عندي هنايا كيس من خميره الحلويات، غادي نضيف واحد الخطر غير واحد لان الكيك ما بغيناهش ينتفخ لينا بزاف. استمر بهذه الطريقه حتى نكمل الدقيق كله اللي عندي ونطلق. اخر حاجه غادي نضيفها هي كيس ديال الشوكولاته المره من فئه 7 غرام، كيس واحد كافي. نحرك مزيان ونصبوا هذا الخليط فوق الكريمه ديالنا. صافي، هذه هي الكريمه ديالنا كيف كتلاحظوا معايا. الا بغيتوها ما تجيكمش اللون ديالها ابيض، ضيفوا اي ملون عندكم، ضيفوا ملون يعني اصفر عندكم، اولا لما بغيتوش تضيفوا الملون ضيفوا قليل من الكركم، راه كيعطيكم داك اللون اصفر كيجي زوين. صافي، غادي نبدا نصب الكيك ديالنا بحال هكا. واخا تشوفوا كنصبوا بهذا الشكل هذا، هادشي علاش تسمات قدره قادر، يعني ملي كطيب ما كيبقاش بحال هادشي مخلوط بحال هكا، يعني كتفصل كل طبقه بوحديتها. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا، عملت لاطه ديال الفرن عندي هنايا كبيره، وعملت فوق منها هذاك المولد الكيك، وهنايا عندي الماء مغلي غادي نخويه في هذه اللاطه هذه حتى يوصل عندي النصف ديال الماء. والفرن راني سخنته على درجه حراره 180، غادي ندخلوها يعني من هنا الفرن لتحت بحيد ديك الشبكه اللي كتكون داخل، وغنخليها طيب لمده ديال ساعه كامله على درجه حراره كناكد لكم 160، ما تجهدوش الحراره. صافي، ونخليها حتى كتفوت تمر ساعه ونرجعوا نطلق. هانتوما حبيباتي، بعد ما كينضج الكيك ديالنا بعد ما فاتت عليه ساعه بالضبط لا اقل ولا اكثر، خديت هذا الكيغدون هذا وقسيت به ولقيتو بانه ناشف، يعني راها طايبه. صافي، غادي نخرجها من الفرن وغنخليها تبرد شي شويه، ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه مباشره لمده ديال 3 حتى 4 ساعات. من بعد ما نخرجها من الثلاجه ديك الساعات نرجع نتلاقى باش نقول لكم شنو تعملوا بالضبط. صافي، ها نتوما شفتوا طايبه، كيف قلت لكم غنخليها حتى تبرد شويه عاد ندخلها للثلاجه، ما ندخلهاش سخونه. هانتوما الغزالات ديالي كيف كتلاحظوا معايا، عملت حتى واحدة اخرى من باقي الكميه اللي شات ليا ديال الكيك، وكذلك من باقي الكميه اللي شات ليا ديال الكراميل الكريمه. شفتوا هي قربت تطيب، بقات ليها غير شي 5 دقائق صافي ونخرجها، حيت المول اللي عملت فيه الاول عندي صغير داكشي علاش. هانتوما الحبيب ديالي، بعد ما تخرجوا الكيك ديالكم من الثلاجه غتعاودوا مره اخرى تعملوا هذه اللاطه هذه اللي دخلتوها للفرن، غادي تعاودوا تعملوا فيها الماء سخون بزاف مغلي وتنزلوا فيها باش داك الكراميل اللي لتحت يذوب. صافي، ومباشره غادي نقلبوها في الطبسيل. صافي، وكنقلبوها في لاسيت بحال هكا بمساعده ديال الموس. كيف كتلاحظوا معانا كانت هذه هي الكيكه ديالنا كيف كتشوفوا معايا. شوفوا كيفاش كتجي داك الصوص الكراميل مسيبه عليها من الفوق، هانتوما في الوسط ديالها كيفاش دايره، كتجي كلها بالكراميل ومعلقه، وداك الكيك من طبيعه الحال كيشرب داك الصوص كراميل، زوينه بزاف بزاف الصراحه. انا غادي ناخذ شويه ديال الشوكولا فيرميسيل عندي وغنعملها من الفوق، يمكن لكم تكتفيوا بها بحال هكا، كيف يمكن لكم انكم تزينوها باي حاجه متوفره عندكم في البيت سواء بالفواكه او لا اي حاجه متوفره عندكم.
وصدقوني جربوها راه كتجي زوينه 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 بزاف. صافي بحال هكا كتبت انا بهذا الشكل هذا زينت هذا الشوكولاته بالعسل، ومن طبيعه الحال غادي نقطعها باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هذا القياس كيف قلت لكم قبيل اللي بقى لي من الكريمه ومن الكيك عملته في مول صغير. شوفوا كيفاش جا حتى هو، شفتوا بدا الكراميل سايح عليه. انا غادي نعمل عليه حتى هو من الفوق هاد الشوكولا ديال ميرسي، صراحه كتجي زوينه. نتوما الا عندكم مول كبير غادي يجيكم كيك واحد كبير. صافي وكان هذا هما عندي كيك ديالي، قطعت واحد المغصو منها بسم الله، غير معتبر يعني الكيك اللي هو بارد. الاسم ديالو في الحقيقه هو شوكوفلان، والناس خدنا في مصر سموه قدره قادر. هو كيك بالكراميل الصراحه اولا شوكوفلان كما سميته الاصلي. شفتوا انتوما نقطع من هذا ومن هذا بجوج، نقطع حتى من هذا حتى من شوفوا كيجي الصراحه زوين بزاف، غير جربوه هنا استحسانكم ان شاء الله. راه ضروري غادي نطق نقول لكم سنه بصراحه ما متعوداش ندير مزيج ما بين الفلون والكيك، ولكن الصراحه زوين زوين بزاف والله الا زوين رائع رائع. غير تبعوا الخطوات والله العظيم رائع زوين بزاف، ولابد ما تاكلوه هو بارد، بردوه مزيان. هادشي اللي كاين الحبايب ديالي، كانت هذه هي حلقه اليوم، نتمنى تنال استحسانكم ونتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا وتشتركوا في قناتكم نبيل الاسنان، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونتمنى تدعموني اكثر واكثر. شكرا لكم حبايبي، بصحه وراحه، كنتم بخير والى اللقاء.